بطايقنا بيدينا وما يطلبون منها. يلا استاذ دلج احمد حتى لو عنده بطاقه ما فهمنا يعني وين مو بيشتري بطاقه باعوه التذكرة ثم منعوه من دخول الملعب إلى قوات الشغب وحرس الملاعب وهي تستخدم القوة وتواجه الجماهير بالعصي الكهربائية حتى تفرقهم وتمنعهم من الدخول رغم وجود بطاقات كما قلنا لكم بحوزتهم الأمر الذي دفع مواطنين أو جماهير عاشقة لكرة القدم دفعهم لتسلق الجدران في الملعب ومحاولة الدخول عنوة نتابع Thank you.